أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود وقد أنزلنا آيات
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا الرسول وتناجوا بالإثم
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وَأَنَّهُمْ
عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ولهم في الآخرة عذاب النار.
أولئك هم الصالحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من لا ينقذون
أبصرهم ليولن الأدبار ولئن صرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا ك
الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالمودة
وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين رجوع
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأخرى تحبون
مثل الذين
Oh.
التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني صدق وأكن من الصالحين ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض
بصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا بآياتنا أولئك
وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد ذكرى
من أنبأك هذا؟
قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك وهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.